بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نمشيو لهذا الدرس اللي هو درس جد جد مهم بالنسبة للاي اس اي وبالنسبة خاصة بالنسبة للميكانيك دي سوليد اند فورمال. دونك هذا الدرس ديال التورسور، اولا قبل ما تمشي تحسب التورسور وتمشي تحدد واحد التورسور ديال شي ليزون ولا، خاصك تكون عارف شنو هو ان تورسور. خاصك تكون عارف علاش اصلا درنا هاد التورسور، علاش بغيناه، خاصنا نكونوا هاد المسائل عارفينها. دونك ان شاء الله بحول الله في هاد الفيديو غادي نعطيو لا ديفينيسيون ديال ان تورسور. دونك ديفينيسيون، ديفينيسيون دان تورسور. دونك سي كوا ان تورسور؟ ان تورسور هي واحد لوتي، هي واحد الماده، هي واحد الاداه، هي واحد الاداه، سي تونوتي ماتيماتيك. هاد التورسور راه حنا كنخدموها في الفيزيك، ولكن هي في الحقيقه ديالها راه واحد لوتي ماتيماتيك. هاد لوتي ماتيماتيك كات سامبليفي لنا ليتود، ليتود ديال من ديال لا ميكانيك دي سوليد ان ديفورمابل. يعني هذيك لا ميكانيك دي سوليد ان ديفورمابل بيان سور غادي نشوفوها من بعد، هي هاد النوسيون ديال التورسور كي سامبليفي لنا ليتود ديال لا سينيماتيك، ماشي لا سينيماتيك، كاع لا ميكانيك ديال دي سوليد ان ديفورمابل. بيان سور هاد التورسور غادي يكون عنده دي تيب، وهما اللي يقسموا لا ميكانيك. باغ اكزومبل لا ميكانيك شنو فيها؟ فيها مثلا سينيماتيك، فيها ستاتيك، فيها سينيتيك، فيها ديناميك. دونك غادي نلقاو تورسور ستاتيك، تورسور سينيماتيك، تورسور سينيتيك، تورسور ديناميك. يعني الانسان غادي يبقى خصو يفرق من بعد، غادي تبقاو تلفو واش هذا تورسور سينيتيك ولا سينيماتيك ولا ستاتيك ولا ديناميك ولا، غادي تبقاو تلفو. من الاول يحاول انه يعرف لا ديفينيسيون نيشان ويحدد واش مانا تورسور راه يخدم في مانا بارتي، راه يخدم واش راه خدام في الميكانيك. بيان سور راني كنهضر على سوليد ان ديفورمابل، واش في لابارتي ديال السينيماتيك، واش في لابارتي ديال الستاتيك، ولا في لابارتي ديال السينيتيك، ولا لابارتي ديال الديناميك، ويعيط لذاك التورسور. دونك الا كان خدام في السينيماتيك يعيط للتورسور سينيماتيك، كان خدام في الديناميك يعيط للتورسور ديناميك، كان خدام في ستاتيك يعيط للتورسور ستاتيك، وهكذا باش يكون باش تكونوا عارفين اشنو كاين. دابا غادي نعطيو الديفينيسيون جينيرال. ان تورسور كيما بغا يكون، ستاتيك سينيماتيك ديناميك ولا ما عرفتش شنو، كيما بغا يكون نعطيو لا ديفينيسيون ديالو. دونك شنو قلنا بلي ان لا ديفينيسيون، دونك سي ان اوتي ماتيماتيك، très importante très important dans l'étude de la mécanique du solide indéformable. دي سوليد انديفورمابل. دابا لو رول ديالو ولا الهدف ديالو شنو هو الهدف ديال؟ الا ما كناش عارفين الهدف ديال الحاجه، كيفاش يمكننا الرول ديالو، الدور ديالو، الدور ديالو، وبيان سور لانتيغي ديالو، شنو هو الهدف ديالو اصلا، علاش درناه؟ بور سامبليفي ليتود. دونك بور سامبليفي، الهدف ديالو هو بور سامبليفي ليتود. نذكرو ليتود مثلا سينيتيك، مثلا نبداو بستاتيك، ليتود ستاتيك، سينيماتيك، مثلا سينيتيك،
et dynamique. Et dynamique. Et dynamique. Du solide indéformable. بيان سور غادي نشوفو من بعد شنو هو سوليد انديفورمابل، علاش قلنا علاش سمينا سوليد انديفورمابل اكسيتيرا. دي سوليد انديفورمابل هادي هي لا ديفينيسيون ديال ان تورسور و لو رول ديالو. نمشيو دابا لا ريبريزونطاسيون، كيفاش كنريبريزونطيو كيفاش غادي نريبريزونطيو ان تورسور كيلكونك، un torseur quelconque qui fâche nous représenter. Ouais. Donc la représentation d'un torseur quelconque bien sûr. Représentation d'un torseur. Donc, nous savons la représentation d'un torseur. Un torseur est représenté par Tariq petit c, le point du torseur. Et il y a deux choses, R et M au point A. Si le point A, Radin Shrah bien sûr, si le R. C'est quoi had Radin Shrah? حاجة بحاجة. هذه هي لا ريبريزونطاسيون جينيرال ديال ان تورسور كيما بغا يكون ستاتيك سينيماتيك ديناميك ولا كيما بغا يكون، هذا هو لا ريبريزونطاسيون ديالو. دابا ناخدو حاجة بحاجة، دونك هذا هو كيتسمى تورسور سينيماتيك بيان سور او بوان ا. تورسور سينيماتيك في البوان ا. ار سابيل لا ريزولتانت. ار résultante et M point A s'appelle le moment au point A. La résultante et le moment. نرجع للتورسور. دونك التورسور كيتكتب على هذا الشكل R بيان سور فيكتور و لو مومون او بوان A. شنو هي هاد R؟ R هو ان روبير. R هو ان روبير. ان روبير c'est-à-dire que tu as un point, yak, ou fait base, maintenant base x, y, z. Donc, à la base, que tu as orthonormé direct, on peut représenter le torseur, c'est-à-dire la première écriture, par sa première écriture. La première écriture, que tu as la shkel. Un torseur est écrit à cette شكل في le point. لاحظوا ديما كنديروا chaque torseur في le point ديال l'application ديال هذا le torseur. قلنا R وقلنا MA ياك le moment au point A. هذه l'écriture R c'est un vecteur ou la machine c'est un vecteur? C'est un vecteur. R est un c'est un vecteur, yak, un vecteur. Adara un vecteur. Chna les caractéristiques d'iel un vecteur. Chno homa. Les caractéristiques d'iel un vecteur qui est un point d'application. Il y a une origine. Point d'application. Keina la direction. Ou keina le sens. Ou keina norme. Ou l'esmina intensité. Intensité. La même chose بالنسبة للمومون. La même chose بالنسبة للمومون. عندو هادشي.
C'est un vecteur. Tel moment, la même chose. Moment au point, est un vecteur. Est un vecteur. Pour la représentation d'un vecteur, pour la représentation d'un vecteur. قلنا باش نرepresenter un vecteur خصنا واحد la base ياك خصنا une base حنا كناخدوها généralement orthonormée direct base orthonormée direct مثلا ناخدو هاد la base x y z هادي اللي ما شافش الفيديو رقم واحد اللي فيه غابيل ماتيماتيك يرجع يشوف شنو هي باز اورتونورمي ديريكت اكسيتيرا اورتونورمي يعني اورتوغونال نورمي نورم ايغال ا 1 و ديريكت راه هاد لو سونس كيكون التريد اي ديريكت بيان سور دونك ان فيكتور هاد لو ار سي ان فيكتور و هاد لو ام ا اي ان فيكتور لا ريبريزونطاسيون ديالو فين خصها تكون في لا باز اورتونورمي ديريكت سيتادير ار سيكري De quelle forme? R s'écrit de cette forme. R composante. Mettelen smiha mettelen A. Ou composante B ou composante C. Yak. Ou A, bien sûr, suivant X. Plus B suivant Y. Plus C suivant Z. باش نريبريزونتيو ان فيكتور شفناه في الفيديو السابق دونك ان فيكتور غادي سورا كريي كوم كومبينيزون لينيير ديال لي فيكتور ديال لا باز اورتونورمي ديريكت بيان سور غادي تكتب على هذا الشكل ومثلا وناخدو لو ام ا لا ميم شوز بيسكو سي ان فيكتور يتكتب على الشكل مثلا ال ام ان Bien sûr, hada suivant x, hada suivant y, hada suivant z. Donc, résultante plus le moment qui est écrit à cette échelle. Et donc, la première écriture dit un torseur qui va être écrit. Donc, dit la première écriture dit un torseur. لان تورسور يتكتب ان تورسور كيما بغا يكون هاد لو تورسور يتكتب على هاد الشكل لو تورسور او بوان ا شنو كيساوي كيساوي ا اكس بلس بي واي بلس سي زد ال اكس بلس ام واي بلس ان زد او بوان Bien sûr, il y a la première écriture d'un torseur. D'abord, nous avons la deuxième écriture d'un torseur. Deuxième écriture d'un torseur. Nous avons la deuxième écriture. Nous avons la deuxième écriture. D'un torseur. شنو هي عنده جوج ديال لي زيكريتور ما عندوش 100 هي انك تكتب لو طو كوم سا لي قراو لي ماتريس غادي يعرفوا فين كيهضروا لي ما قراوش لي ماتريس ماشي مشكل انه كيتكتب على شكل هنايا على شكل اوريزونتال هنا على شكل فيرتيكال يعني لي كومبوزونط اللي كانوا اوريزونتال كيتكتبوا فيرتيكال يعني ا لاحظوا كنحطوا هنا لا باز ديالنا نحطوها هنا اكس واي زد دونك كنديروا بحال هكذا نحطوا لا باز ديالنا ونحطوا البوان هنا ثم كنشوفوا اكس سويفون كوا ا واي بي هكذا كنحطوهم فيرتيكال سي وهنايا ال
M N L M N. Donc هذا هو ما يتعلق باللي زيكريتور ديال ان تورسور. كيما بغا يكون، بغا يكون تورسور دي زاكسيون ميكانيك، تورسور ديال سينيتيك، سينيماتيك، ديناميك، اكسيتيرا. هذا هو الفيديو الاول، كان جينيراليزاسيون حول لا نوسيون ديال التورسور. فهمنا شنو هو ان تورسور، علاش درنا ان تورسور، لو رول ديال ان تورسور. خصنا اولا نفهمو شنو هو، عاد نحسبو نديرو لي كالكول اكسيتيرا. شكرا على المتابعة، لا تنسوا الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وتشجيعا لي لتقديم المزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.